بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افكرك احنا في شابتر الفيكتورز انتجريشن، تكامل المتجهات، والفيديو ده تكملة للفيديو اللي فات على اللاين انتجرال. هنعيش في الفيديو رحلة مع التكامل الخطي ونقول تفاصيل مهمة كل شغل الشابتر مبنى عليه، فتابع للنهاية. دي الصورة العامة للتكامل الخطي في الصورة القياسية في 2 دايمنشنز او في 2 دي. هنعرف امتى قيمة التكامل الخطي ديبندنت اون ذا باث بتعتمد على معادلة المسار سي، او امتى قيمة التكامل الخطي independent on the path لا تعتمد على معادلة المسار سي، انما فقط قيمة التكامل الخطي بتعتمد على نقطة البداية والنهاية. بتجيب الدالة ام وبتفضلها تفاضل جزئي بالنسبة للواي، وبتجيب الدالة ان وبتفضلها تفاضل جزئي بالنسبة للاك. لو غير متساويين في النتيجة يبقى قيمة التكامل الخطي بتعتمد على معادلة المسار سي، انما لو نتيجتهم متساوية بارشل ام باي بارشل واي نتيجتها بتساوي نتيجة بارشل ان باي بارشل اكس، يبقى قيمة التكامل الخطي لا تعتمد على معادلة المسار، انما بتعتمد فقط على نقطة البداية والنهاية. هناك طرق مختلفة لتمثيل منحنى في الفراغ، لذلك هنتعرف على حالات المنحنى سي اللي بتقابلك في اي مسألة. واول طريقة، هنفترض ان معطى على طول المسار معادلة المنحنى سي في البارامتريك فورم. معادلة المنحنى سي معطى في الصورة البارامترية، يعني عند الاكس بتكون معطاه دالة في التي، والواي بتكون معطاه دالة في التي، وايضا الزد بتكون معطاه دالة في التي. في الحالة ديت بنروح نحسب الدي اكس والدي واي والدي زد ونعوض بيهم في الصورة القياسية للتكامل الخطي، فبيتم تحويل التكامل الخطي الى تكامل محدد بالنسبة للتي فقط. وحدود التكامل هي احداث التي فقط، يعني مثلا بيكون التكامل بيتغير من تي بزيرو الى تي بواحد، وده متجه الموضع في صورة الاتجاهية في التي. الطريقة التانية بيكون معطى المنحنى سي في الكارتيزيان فورم، يعني مثلا لو معطى الاكس دالة في الواي نقدر من الاكس ديت نحسب الدي اكس، نقدر من الاكس ديت نحسب الدي اكس، ونعوض بالاكس والدي اكس في الصورة القياسية للتكامل الخطي، فبيتم تحويله الى تكامل محدد بالنسبة للواي، او فيصبح التكامل في الواي فقط. وحدود التكامل هي احداث الواي فقط. طب لو معطى الواي دالة في الاكس نقدر من الواي نحسب الدي واي، ونعوض بالواي والدي واي في الصورة القياسية للتكامل الخطي، فيتم تحويله الى تكامل محدد بالنسبة للإكس، أو فيصبح التكامل في الإكس فقط. وحدود التكامل هي إحداث الإكس فقط. طب أفكرك بنقطة مهمة وأساسية معانا. أنا عند الفاي بتمثل البوتنشال فانكشن، وهي ببساطة عبارة عن سكيلر فانكشن، عبارة عن دالة قياسية، وممكن الفاي دي تكون فانكشن في الإكس والواي والزد. أنت بقى لما تجيب الجريديانت للدالة القياسية دي هتتحول معاك لفيكتور فيلد. بالشكل ده كده. طب الدالة المتجهة اف دي عرفنا قبل كده ان هي عبارة عن فيكتور فيلد، يعني بيكون عندي مجال معين وفي فيكتور بيمثل او بيعبر عن شيء معين، حيث الفيكتور فيلد عند اي نقطة بيكون دالة في البوزيشن في الموضع اللي هو في الاكس والواي والزد. طب في شرط لو اتحقق اللي بعد ذن هيتنفذ، اللي هو لو كيرل الفيكتور فيلد اف سوى زيرو، يبقى الدالة المتجهة اف هتساوي الجريدينت للسكيلر بوتنشال فانكشن. لاين انتجرالز اند كونسرفاتيف فيلد، التكاملات الخطيه في المجالات المحافظ. هنتعلم طريقه حساب التكامل الخطي في كونسرفاتيف فيلد في مجال محافظ. مجال محافظ يعني ان قيمه التكامل الخطي بتعتمد فقط على نقطه البدايه بي واحد ونقطه النهايه بي اتنين، وليس على المسار المحدد الذي يصل النقطتين ببعض. يبقى في الكونسرفاتيف فيلد في المجال المحافظ في قيمة التكامل الخطي لا تعتمد على المسار سي، يعني اذا تغير شكل المسار الواصل بين النقطتين، قيمة التكامل الخطي لا تتغير، لان ده تكامل لا يعتمد على المسار، انما يعتمد فقط على النقطة بي واحد والنقطة بي اتنين. وعلشان نتأكد ان ده تكامل خطي في كونسرفاتيف فيلد في مجال محافظ، بنفترض ان لدينا دالة متجهة اسمها اف بتمثل في مجال معين فيكتور فيلد، والفيكتور فيلد اف ده معطى في 3 دايمنشنز في الثلاث اتجاهات، او في 3 دي معطى فيكتور فيلد بالشكل ده كده. اول حاجه علشان نتاكد ان مجال الداله المتجهه اف كونسرفاتيف محافظ، بنحسب كيرل الاف. لو النتيجه بزيرو اذا على المنطقه المفتوحه في الفراغ، على الاوبن باث، على المسار المفتوح، الداله المتجهه اف مجالها كونسرفاتيف. وهذا يعني ان قيمه التكامل الخطي لا تعتمد على المسار، انما فقط تعتمد
على نقطة البداية والنهاية، وبدال الشرط ده اتحقق وفعلا النابلة كروس الاف بزيرو، يبقى الدالة المتجهة اف هتساوي الجريدينت للسكيلر بوتنشال فانكشن هتساوي الجريدينت للفور. وفي الحالة دي بنستبدل الدالة المتجهة اف بنابلة فور، ويبقى ديت الصورة الاتجاهية للتكامل الخط في كونسرفاتيف فيلد في مجال محافظ. لما تضربهم ضرب قياسي مع بعض يظهر معاك الصورة القياسية ديت. قالك الصورة ديت عبارة عن الدي فاي، الصورة ده هي كده عبارة عن الدي فاي، ويبقى قيمة التكامل الخط هتبقى عبارة عن السكيلر بوتنشال عند نقطة النهاية بي 2 ناقص السكيلر بوتنشال عند نقطة البداية بي 1. معطى فيكتور فيلد في الثلاث اتجاهات بالشكل ده كده، وعايزك تبين ان الدالة المتجهة اف مجالها كونسرفاتيف، لان لو الاف مجالها ليس كونسرفاتيف انت هتكون غير قادر على حساب اي حاجة تانية مطلوبة في المسألة. فعلشان نتأكد ان الاف مجالها كونسرفاتيف بنروح نحسب كيرل الاف، وبدل نتيجته بزيرو بالشكل ده كده يبقى الفيكتور فيلد اف هي كونسرفاتيف، والدالة المتجهة اف ديت بتمثل الفورس فيلد، ويبقى كده احنا نقدر نحسب السكيلر بوتنشال فانكشن اللي هي الفاي، ونحسب الشغل المبذول في تحريك بارتكل من نقطة البداية سالب 1 و2 و1 الى النقطة 2 و3 و4. واحنا عارفين لما الاف تكون كونسرفاتيف بيكون التكامل غير معتمد نهائيا على معادلة المسار، انما بيعتمد فقط على نقطة البداية والنهاية. وقلنا لما الاف بتكون كونسرفاتيف، وقلنا لما الاف بتكون كونسرفاتيف بتساوي الجريدينت للسكيلر بوتنشال فانكشن للفاي، ويبقى انا عندي في الطرف اليمين الصورة الاتجاهية للنابلة فاي، وعندي في الطرف اليسار، وعندي الطرف اليسار فيه الصورة الاتجاهية للفورس فيكتور فيلد، وعند تساوي متجهين المركبة اللي في اتجاه اي في الطرف ده بتساوي المركبة اللي في اتجاه اي في الطرف ده، والمركبة اللي في اتجاه الجي في الطرف ده بتساوي المركبة اللي في اتجاه جي في الطرف ده، والمركبة اللي في اتجاه كي في الطرف ده بتساوي المركبة اللي في اتجاه كي في الطرف ده. بعد ما سوينا المركبات اللي في الطرف ده بالمركبات اللي في الطرف ده، بعد كده بنروح نكامل الفاي بالنسبة للإكس، بنكامل الطرفين بالنسبة للإكس تكامل جزء عادي. يعني معنى كده وانا بكامل هنا بالنسبة للإكس بيكون الواي والزد ثوابت، وبعد ما بكامل بضيف ثابت، وبعد ما بنكامل بنضيف ثابت التكامل كدالة لواي وزد، لان قيمته قد تتغير اذا تغير واي وزد. ونروح برضو للدالة اللي في اتجاه الجي ونكملها بالنسبة للواي، والدالة اللي في اتجاه الكي ونكملها بالنسبة للزد، وبعد كده بننظر في نتيجة الثلاث تكاملات وبنكتب الفاي النهائية منهم، بس ما بنكررش اي جزء منهم. يعني لو في ترم متكرر بناخده ونكتبه مرة واحدة فقط، ويبقى انا كده عندي السكيلر بوتنشال فانكشن، ويبقى انا كده عندي فاي بتتحرك من نقطة البداية بي 1 الى نقطة النهاية بي 2. يعني انا عايز اقول لك ان الفاي لا تتغير على طول المسار، يبقى من نقطة البداية بي 1 حتى نقطة النهاية بي 2 على طول المسار الفاي ثابتة لا تتغير. ويبقى كده عرفنا بشكل سلس ومبسط لما يكون عندي مجال كونسرفاتيف التكامل بيكون عبارة عن السكيلر بوتنشال فانكشن عبارة عن الفاي، ويبقى نتيجة التكامل هنا كده عبارة عن الفاي من نقطة البداية سالب 1 و2 و1 حتى نقطة النهاية 2 و3 و4، وتعوض تعويض عادي خالص ما فيهوش اي مشاكل في الفاي، ويبقى انت كده حسبت قيمة الشغل المبذول. وتعوض في الفاي تعويض عادي خالص ما فيهوش اي مشاكل، ويبقى انت كده حسبت قيمة الشغل المبذول. وهتلاحظ هنا ان الثابت ده مش مكتوب، لان الثابت ده عند نقطة النهاية ناقص الثابت ده عند نقطة البداية بيضيع بعض، الثابت ده بيضيع بعض عند نقطة النهاية ونقطة البداية، فبيبقى بصفر فمش بيتكتب. لاين انتجرال اراوند ا كلوزد كيرف. هنتعرف على التكامل الخط حول منحنى مغلق سي، يعني اذا كان المنحنى سي مغلق بسيط سمبل كلوزد كيرف، وهو منحنى لا يتقاطع مع نفسه في اي مكان، يعني بنتحرك على مسار من نقطة البداية ولو يكن A الى ان نصل الى نقطة النهاية ولو يكن B التي تنطبق على نقطة البداية A. ويبقى عرفنا في المنحنى المغلق البسيط فيه نقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية، وطبعا ده الصورة الاتجاهية للتكامل الخط على مسار C. ونظرا ان المسار هو منحنى مغلق بسيط بنلاقي حلقة مغلقة او دايرة موجودة على علامة التكامل، تعني ان التكامل على المسار هو التكامل المغلق لF ضد الDR، ويبقى ده التكامل المغلق في الصورة الاتجاهية وايضا في الصورة القياسية. وفي بعض التطبيقات التكامل الخط المغلق ده بيسمى بالسيركليشن للدالة المتجهة F التي تمثل بصورة عامة فيكتور فيلد. يعني في الفلويد ميكانيكس الدالة المتجهة ديت بتعبر عن الفيلوسيتي فيكتور فيلد، يعني في مجال معين من الفلويد الF بتمثل السرعة الاتجاهية في مجال ما، يعني في مجال معين من الفلويد الF اللي هي الدالة المتجهة ديت بتمثل السرعة الاتجاهية في مجال المائع نفسه. طب هنتعرف على نظرية مهمة جدا للتكامل الخط، بس انا جايب
هكتبها لك في صورة سؤال، والمطلوب عايزك تبين ان التكامل الخط الاف دوت الدي ار يساوي زيرو على اي مسار او منحنى مغلق. بص احنا غير قادرين على قول ان تكامل الخط على اي منحنى مغلق لاف دوت الدي ار بزيرو الا في حالة واحدة فقط، وهي ان الاف التي تمثل بصورة عامة فيكتور فيلد لازم يكون مجالها كونسرفاتيف، يعني التكامل الخط لا يعتمد على معادلة المسار انما بيعتمد فقط على نقطة البداية والنهاية. وكان عندي شرط لو اتحقق ان نابلة كروس الاف بزيرو كان الاف بيساوي نابلة فوق، واثبتنا في هذه الحالة ان التكامل الخط بيعتمد على السكيلر بوتنشال فانكشن على الفاي، واثبتنا في هذه الحالة ان التكامل الخط بيعتمد على السكيلر بوتنشال فانكشن على الفاي عند نقطة النهاية ناقص الفاي عند نقطة البداية. طب ده مسار مغلق، يعني فيه النقطة بي واحد هي نقطة بداية المسار وايضا بينطبق عليها نقطة النهاية للمسار. طب هنفترض ان التكامل الخط على المسار المغلق سي متقسم الى تكاملين، ويبقى التكامل الخط على منحنى مغلق سي، ويبقى التكامل الخط على منحنى مغلق سي هو التكامل على المسار سي واحد من نقطة البداية بي واحد وهي نقطة بداية مسار سي واحد الى النقطة بي اتنين وهي نقطة نهاية المسار سي واحد، زائد التكامل على المسار سي اتنين من نقطة البداية للمسار سي اتنين اللي هي بي اتنين حتى نقطة النهاية بي واحد، والبي واحد هي نقطة نهاية المسار سي اتنين. طب انا عندي الفاي على المسار سي واحد هي نفسها الفاي على المسار سي اتنين، علشان كده عند التعويض بهذه النقاط في الفاي بيطلع قيمة موجبة، بيطلع مثلا نتيجة التكامل ده قيمته موجبة، ويطلع ايضا هنا قيمة سالبة، فبيضيعوا بعض والنتيجة بتبقى بزيرو. طب ما كمان تغيير الاتجاه على طول المنحنى بيعكس اشارة التكامل الخطي، ويبقى انا عندي التكامل على المسار سي واحد زي ما هو، بس هنا نظرا ان انا غيرت الاتجاه فحدود التكامل بتتغير، ويبقى عندما يكون الاف مجالها محافظ يعني التكامل لا يعتمد على المسار بيبقى الفاي على المسار سي واحد هي نفسها الفاي على المسار سي اتنين ولكن باشارة مختلفة، ويبقى عندما يكون الاف مجالها كونسرفاتيف محافظ يعني التكامل لا يعتمد على المسار بيبقى الفاي على المسار سي واحد هي نفسها الفاي على المسار سي اتنين ولكن باشارة مختلفة، علشان كده التكامل المغلق على المسار ده بزيرو. ويبقى كده ايضا اثبتنا ان التكامل على المسار سي واحد يساوي التكامل على المسار سي اتنين عندما يكون الاف مجالها كونسرفاتيف، قيمة التكامل على المسار ده بيساوي قيمة التكامل على المسار ده. ومن هنا هنتعرف على طريقة اخرى لاختبار المركبات للمجالات المحافظة، يعني اذا افترضنا ان لدينا فيكتور فيلد معطى في 3 دايمنشنز في الثلاث اتجاهات، هنتعرف على اختبار جديد لو اتحقق الاف هتكون كونسرفاتيف، يعني بجيب الام وفاضلها تفاضل جزئي بالنسبة للواي، واجيب الان وفاضلها تفاضل جزئي بالنسبة للاكس، لازم النتيجة تساوي بعض، واجيب برضو الام وفاضلها تفاضل جزئي بس بالنسبة للزد، واجيب البي فاضلها تفاضل جزئي بس بالنسبة للاكس، لازم برضو هنا النتيجة تساوي بعض. بعد ما بنخلص الام بالبعد واي وزد بنجيب الان ونفاضلها تفاضل جزئي بالنسبة للزد اخر بعد، واجيب البي وفاضلها تفاضل جزئي بالنسبة للواي اللي هو البعد الثاني ده، لازم النتيجة دي تساوي بعض. اذا الاف مجالها كونسرفاتيف، وتابع الفيديو الجاي ان شاء الله، وده هنشوفه في مسائل في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.